بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أضم صوتي إلى أصوات أولياء التلاميذ وبعض الأساتذة لأطلق مبادرة مطالبة وزارة التربية بإدراج اللغة الإنجليزية في الابتدائي. أؤازر وأؤيد هذه المبادرة. نعم، نحتاج إلى اللغة الإنجليزية في الابتدائية لأبنائنا، لأنها لغة العلم، لغة التكنولوجيا، لغة التطور، لغة العالم الآن هي الإنجليزية. لذلك نطلب من الوزارة، وزارة التربية، إدراج اللغة الإنجليزية في الابتدائي، لأنها ترفع من مستوى التلاميذ وترفع من مستوى الدولة. أضم صوتي إلى أصوات الأساتذة وأولياء التلاميذ. بارك الله لي ولكم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد.